جديده من هاني ومارين، وبنحاول نرجع للطبيعي بتاعتنا وحياتنا الطبيعيه. فاحنا النهارده مع ستيف مارتن وهم عندهم النهارده من احداث الكورونا يعني هم بيقفلوا الستور وخلاص الداخلين خارجين اوت اوف ذا بزنس، فهم عندهم خصومات من 50-70% تقريبا ان هو خلاص. فاحنا هنشوف جوه في ايه. فاغلبيه الحاجه موجود عليها 60% زي ما احنا شايفين كده، اغلبيه الاسعار عليها 60، لبس الاطفال 70. هو طبعا حاجتهم اسعارها مش رخيصه، هي غاليه شويتين يعني زي اسعار تي جي ماكس كده. مثلا الفستان ده هيبقى ب 29 دولار، مش هو يعني في كولز بنفس السعر. طبعا بقى احنا داخلين على كريسماس وهدايا كريسماس والحاجات الحلوه دي، فاللي عايز يشتري حاجه يعني فرصة حلوة ان الحاجات رخيصة. هي مش رخيصة قوي يعني برضو، بس يعني it's okay. المحل ده عنده براند كتيرة يعني. ده الفساتين كلها كالفن كلاين. لا ده مش كالفن كلاين، ده حاجة اسمها دولنا ب 50 دولار. هو ده سعره بيبقى في الطبيعي، هو مش عاملين خصومات قوي يعني. وعاملين على الهدوم الفساتين 50%، على الدريسز 50%، في دريسز تانية 70% اللي هو السبيشال دريسز. انا كليم مثلا ده بكام؟ هيبقى ب60 دولار من اصل 140. انا الحاجات دي ما بتعجبنيش يا جماعه، لان انا اصلا بجيب ارخص من كده يعني. بتسني اكتر دي حاجه، بس 50 دولار كتير. والمحل زحمه يعني، المحل احنا هم لسه فاتحين فالمحل زحمه. وانا بحب من عندهم الجواكت الرجالي، بيعملوا برانز حلو قوي زي ما كل كورس وكده، بتكونش غاليه في الطبيعي. بس احنا في وقت الكليرنس طبعا هم بيحاولوا يكسبوا على قد ما يقدروا، لان خلاص هو خارج على البيزنس، فدي فلوس دي كلها بتبقى يعني بيصفي حساباته. فهو طبعا من ورا زي ما انتم شايفين المحل بيفاضي، لانه بقى له فتره بيبقى يعمل خصومات جامده. ده حاجة الكليرنس، وما عليها كمان اديشنال 50% على السعر ده، تاخدي كمان 50% عليه يعني، دي ب20 هتبقى ب10. ده كمان تاخد 60% عليهم. الناس اللي عايزه تجيب لبس شتوي الفتره دي احلى فتره. لو انتوا بتبصوا على المحلات اللي هي فيها كليرنس يعني زي كولز مثلا، عنده كليرنس حلو شتوي. لو انتوا بتشوفوا عايزين تجيبوا حاجات شتوي، في حاجات ب2 دولار و3 دولار. وما تقوليش ما بنلاقيش الاسعار دي، لا انا لسه جايبه امبارح، حتى عامل كليرنس حلو على الجولري اللي في الجولري يعني، عامل على الحاجات الفضة. ممكن تجيبوا سلاسل ب30 و20 دولار ولو واخدين كمان 30% بتبقى احلى. هو بدأين يعملوا في كولز بالذات، بدأين يرجعوا 30% تاني، عشان مكانهم فترة ما كانوش بيعملوا ديسكاونت حلو، فالأيام دي رجعوه تاني. وأنا كولز جنب البيت، وستيف مارتن برضو جنب البيت، فأنا طول النهار قاعدة بقى. دي حاجة الكريسماس. طبعا أغلبية المحل حاجة ستات. في طبعا هنبص على الجزم والشنط زي ما احنا شايفين كلها 60% او 50% للحاجة. الشرابات ب2 دولار، الشرابات ب2 دولار، الشرابات دي ب5، والشرابات دي ب5. شوف حاجة الجزم، انا بعشق الجزم بصراحة يا جماعة. عيني السنة دي انا جايبة كمية. طبعا هما بيبيعوا لك الشلفات دي لو هي بتاعت الحاجات دي، هما كمان بيبيعوها، الديسبلاي دي بيبيعوها.
هذا الفرش عليه 60% سواء البطاطين او المفرش الخفيفه دي برضو، وفي اللي الحفة عليها 50%، والمخدات 50% برضو. وده الكوفرتا الصيفي عليها 60%، والفوق من 50% ل60%. هو المحل مش مليان لانه بدأ يفضى بقاله فترة يعني. البطاطين دي الواحدة ب10 تقريبا بعد الخصم، وطبعا ده موسم حلو للبطاطين كجيفت يعني للكريسماس. دي ب11، الكوزي كوزي دي على رأي مارفيلا حلوة البطانية دي، ودي بطانية الأطفال لو حد لسه والد يعني يجيبوها هدايا. ده ب$10 وده برن حلو، ده ايزو. ده مثلا ب$11، وده انا قلت زي ده شتو يعني، ده شتو فمش يعني في عز السيزون اهو، وحاجات ب$10 بس داخلين على سيزون الشتاء. الجواكت برضه دي ب$10، اكشلي $11 عشان هني بتضايق مني لما بقول $10. دي 60%، الهوديز دي 60%، برضه 60%، برضه هتبقى ب$11 أو $12. الخل النات على 60%، زي ما قلتلكوا هو هنا بيبقى عندهم برانز، كمان عندهم برانز حلوة يعني، انت بس هتلاقي برانز. البدل دي سوري بنطلونات البدل ب$11، فيها تومي فيها كيلفن كلاين وفيها ناتيكا. عايزه اوريكم حاجه، ده مايكل كورس حبيب هارتي، مايكل كورس هيبقى ب$12 القميص. انا بحب مايكل كورس جدا. بص اوريكم حاجه هنا، هي فين؟ ميد ان ايجيبت. على فكره البراندز الكبيره هنا زي بوما لو ركزت فيها هتلاقي في بعض الحاجات اللي في بوما مكتوب عليها ميد ان ايجيبت. وانا المحل الطويل العريض ده ما اشتريتش حاجه، تسالونيش ليه؟ قلتلكوا انا المشكله فين، انا ابقى عارفه بشتري فين، فاي اسعار ما بتبقاش ماشيه معايا. تيشيرتات ب$5 و$6 رجالي صيفي طبعا. طواقي ولا بتاعتي حلو، برنيتشا ب$80 البرنيتا دي ليه ان شاء الله؟ ب$80 الحاجة المورده دي ب$80. جمعنا رسمة طويلة طبعا. الفرش بتاعت الوات دي حلوة قوي 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 للشعر، هي الكليب برش، وده هتبقى وسعرها هيبقى ب$8 أو $6. الساعات عليها 50%، أنا كلين وناين ويست هيبقى عليها 50%. الاكسسوارات عليها 60%، الشنط عليها 50% طبعا، اتنسفت الشنط. هو كان عنده براند حلوة زي مايكل كورس، كوتش، أنا كلين، ده كله طاير مش موجود.
عارفين الإستر عندهم ب 70%. خلي بالكم كمان ان هنا فاينل سيل، ما ينفعش ترجع ده خلاص، بتاخده هاف ا نايس داي، فمش هتعرف ترجعه يعني.